وبشعار قلب واحد أطلقت مصر والإمارات في القاهرة احتفالية بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. احتفالية جسدت الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي اتسمت علاقات البلدين خلالها بالقوة والمتانة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية، ضعنا في تفاصيل احتفالية اليوم بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية. لكم ولكل متابعينا في متابعة لانطلاق فعاليات احتفالية واحتفاء مصر والإمارات بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية. ونحن نتحدث عن هذه الفعاليات التي انطلقت منذ صباح اليوم 26 من أكتوبر وتستمر حتى 28 من نفس الشهر. نتحدث عن الجلسات الافتتاحية وعدد من الجلسات الأخرى. هذه الجلسات تناولت العديد من فرص الاستثمار وتناولت أيضا تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية، المواقف الراسخة والتاريخية، وأيضا تناولت النقاشات العديد من ورش العمل الخاصة بفرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات. نتحدث عن تعاون كبير جدا في المجال البيئي، تعاون أيضا كبير في المجال الاقتصادي والثقافي، وأيضا على مستوى الشعبين هناك تعاون كبير وهناك ود والكثير من العلاقات بين الشعبين المصري والإماراتي. ومن المفترض أن تنتهي هذه الجلسات باحتفالية كبرى وأيضا يشارك فيها أكثر من 7000 شخصية. وفي المشاركة على مدار الفعاليات الخاصة بهذه الاحتفالية كانت هناك مشاركة واسعة وكبيرة للكثير من رجال الدولة وأيضا من المسؤولين وكبار القادة. ونتحدث أيضا عن العديد من رجال الأعمال، نتحدث عن أكثر من 1800 شخصية ورجل أعمال من الدولتين، والعديد العديد تحدث اليوم عن طبيعة وقوة ومتانة العلاقة المصرية الإماراتية من خلال هذه الفعاليات المستمرة. وأيضا هناك حديث كبير من كبار المسؤولين عن تاريخ هذه العلاقة وحاضرها، وأيضا الحديث عن مستقبل العلاقة المصرية الإماراتية في الكثير من المناحي والمجالات الاقتصادية، الثقافية، البيئية، وأيضا على مستوى الشعبين. عودة إليكم مرة أخرى.